www.gmail.com. الصحاب 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 احلى جملة دي في العالم. كل واحد واسمين بكرة ربنا يديه. كلمة صاحب يعني ايه؟ يعني خلي قلبك عليه. كلمة صاحب يعني ايه؟ يعني خلي قلبك عليه. ابدي صاحبك مهما يكون عشان كل الدنيا تكون. ابدي صاحبك مهما يكون عشان كل الدنيا تكون. مليون سلام للصحوبية في العيشة لنفسه استخسر من اجل كلمة رجولية. صاحبي صاحبك يا محلاها في الخنقة همومي بنساها في الحب مع بعضنا بنعيش والضحكة سهلة بنلقاها. يدي الخير حسب النية مليون سلام للصحوبية في العيشة لنفسه استخسر من اجل كلمة رجولية. صاحبي صاحبك يا محلاها في الخنقة همومي بنساها في الحب مع بعضنا بنعيش والضحكة سهلة بنلقاها. صاحبك ما يكون عشان كل الدنيا تكون. ابدي صاحبك ما يكون عشان كل الدنيا تكون. حتى السلام بقى في استخسار اضحك وخلي الدنيا عمار. ده صاحبك مهما كان هيدور افتي صاحبك ما يكون عشان كل الدنيا تكون. افتي صاحبك ما يكون عشان كل الدنيا تكون. لازم اكيد كده توفي له وتدعي ربنا يديله. تقف معاك تحقق حلمه ده الخير هيجيك وهيجيله. على قد ما تقدر اوفي على قد ما يقدر هيصون. اعمل مع الخير كده واتي هتلاقي رزقك رب الكون. لازم اكيد كده توفي له وتدعي ربنا يديله. تقف معاك تحقق حلمه وهيجيله. على قد ما تقدر توفي على قد ما يقدر هيصون. اعمل مع الخير كده واتي هتلاقي رزقك رب الكون. الصحاب 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 احلى جملة دي في الألقاب. كل واحد وزميله بكرة ربنا يديله. كلمة صاحب يعني ايه؟ يعني خلي قلبك عليه. افتي صاحبك ما يكون عشان كل